هذا واشهد سعاده الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجيه بدور مملكه البحرين الريادي في العمل الانساني والنابع من قيمها الدينيه والحضاريه والتاريخيه وجهودها المستمره في تاصيل روح العطاء والعمل الخيري ومبادئها الدبلوماسيه الحكيمه في تعزيز التضامن الانساني كنهج راسخ في ظل المسيره التنمويه الشامله بقياده جلاله ملك البلاد المعظم ورفع سعادة وزير الخارجية اسماءات التهاني والتبريكات وجزيل الشكر والامتنان الى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم والى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للعمل الإنساني في التاسع عشر من أغسطس والذي يركز هذا العام على شعار يد واحدة لا تصفق وأعرب عن فخره واعتزازه بالسجل الحضاري المشرف لمملكة البحرين في تكريس التحالف الإنساني العالمي والتكافل والتآخي بين الشعوب واكتسابها سمعة عالمية مرموقة بفضل المبادرات الإنسانية والمشاريع الخيرية والتنموية التي تنفذها الوزارات والأجهزة الحكومية بالشراكة مع المجتمع المدني داخل المملكة وخارجها وثمن الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني جهود المؤسسه الملكيه للاعمال الانسانيه بتوجيهات من جلاله الملك المعظم رئيسها الفخري ودعم من الحكومه الموقره ومتابعه واشراف من ممثل جلاله الملك للاعمال الانسانيه وشؤون الشباب رئيس مجلس امناء المؤسسه واسهاماتها الرائده في كفاله الايتام والارامل ورعايه المسنين وذوي الاحتياجات الخاصه وتقديم المساعدات الاجتماعيه والصحيه والتعليميه. واكد وزير الخارجيه رئيس اللجنه التنسيقيه العليا لحقوق الانسان مواصله مملكه البحرين جهودها في تكريس حقوق التضامن واحترام الكرامه الانسانيه والحق في التنميه والامن والسلام